بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. عليه السلام سيدنا ميكال. نعم. عليه السلام موكل بالقطر. نعم. وإن بات الزرع فهو ينزل بالرحمة سلام الله عليه. فميكال ملك مقرب من أعظم الملائكة قدرا، حتى في دعائه صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكال وإسرافيل. فهو ملك عظيم ينزل بالقطر، وهذا القطر أو السحاب مسخر بين السماء والأرض، الله جل وعلا يسخره. نعم. ويأمر ميكال أن يمطره، أن يكون الغيث هنا أو لا يكون هنا، ولا يقع إلا بقدر الله، لكن ما عام بأمطر من عام.